أكثر وليش لاقت كثير مشاكل من الأوائل من القبائل التي ساكنة حولها، كانوا تعديات، كانوا سراق يهاجموه بالليل، وما كان عنده لا حول ولا قوة. لكن اليوم إذا نجي نشوف كرمليس تغيرت 100%، وأقدر أقول تغيرت عن ذاك الوضع زاوية بدرجة 180. هذا التغيير صار بالحقيقة بتشجيع وجهود الأخ الكبير وعزيزنا الأستاذ رابي سركيس، الذي مد يد العون إلى هذه القرية وإلى القرى أيضا المجاورة. لكن أنا أحكي فقط بالنسبة لكرمليس، الحراسات اليوم هي التي تحافظ على أمن هذه القرية. وأنا في مناسبة سابقة قلت في حينه أنه مثل ما موجود في العالم أطباء بدون حدود، صحفيون بدون حدود، بالنسبة لرابي سركيس عطاء بلا حدود. فأنا كمطران لأبرشية الموصل وكرمليس هي جزء من هذه الأبرشية، أشكر باسم كل الأبرشية، أبرشية الموصل، الكلدانية، الآباء الكهنة، الشعب، وخصوصا شعب كرمليس. نشكر الأستاذ سركيس الذي عينه أبد دائما مفتوحة على كل أبناء شعبنا، حتى في هذا البناء، في هذا العمل، في هذا النشاط الذي موجود، بالحقيقة يعطينا الأمل والرجاء أنه نحن سنبقى، لأن البناء هو علامة أنه نحن باقون. ورابي سركيس يشجع في هذا البناء، بناء الكنائس وبناء الإنسان وبناء الشقق، حتى يريد أن يقل لنا رغم كل هالظروف، رغم كل هالمعاناة، رغم كل ما يحدث في بلدنا، نحن باقون نبني ونبقى مثل ما آبائنا وأجدادنا صمدوا على ممر الأجيال. فنحن هاليوم نتحدى كل هذه الظروف حتى نبقى صامدين في هذا البلد. فشكرا لرابي سركيس، ونحن نصلي له حتى الله يعطينه العمر المديد. وهو مثل ما قلت سابقا عدة مرات، هو مثل ما كان يوسف الصديق عون لشعبه في زمن فرعون، اليوم رابي سركيس هو يوسف الجديد لعون شعبنا في هذه الظروف الصعبة. تم قاود اخوه معاقين ذوي احتياجات خاصه،
ليش ناي أخوي التافه الصراحة مش أسر شنو بكرملش وزيلة صعوبات حيل قاد فترة دية من عدم دعم قسم من جهات طالدة يا أخوي وافتقاره المادة وحيل من ديانة وزيلة صعوبات حيل لكن باي فترة وبخيل دماريا ومساعدة المحسنين وخاصة رابي سركس وبدعم تالي أخوية زيلا حيل رندوثة مني من بناء غرفة طالا من تزويد قاد كل حاجات ضد أخوية عناية خاصة قاد أني أخوة دي لي يعني لا توالي عناية ولخز وعناية ولك بطيهم من بيتها عن طريق أخويتنا وعن طريق المساعدة مش خبط دخلي سفرات كنا بدخلي ودخلي دروس عن طريق حلم ديانة كنا بدخلي دكان اليوم خزي اليوم مطيء لي فشكرخ كل خا ضد كم ساعد لنا وبشمي وبشمد أخويتنا ديلا أخويت محبة وفرح كرم ليش كل من كم ساعد لنا كم قادم لنا إذا دعونا و شكرا أخن أنا بحقوزك متحن وشكرن لكل من يتقن بقالة من أعمال من أوائل إيتاثة مدارس قاعات فأنا شمت كلك شكرن ومتحن قايح ودائما تخرن أم بصوتة وأم مجالس التوقيع قاوي تخرج شمح دائما كريد قبل شقيثة كرملش طبعا شقيثة قيمات بعدها قاود قاو صب ديح وواضح هاي شقيثة بقميتها كلها حمليثة ومايا وسيانة وباقة ومظهر ديح حيل الرابع يوم يعني ناج ماثا ثبت عبر يوم آخر خمم فذي ثوالا انت عبارة طالد هاي منطقة داخل كم رخل حي الربيع ما عبر ديح من ماثا تقتة تتامة خم عبر ثوالا طبعا هذا مشروع وحيل مشاريع ديك بلخي قاود ماثا بكرملش هذا فضل ليلة من فضل ديان ولا يعني كشكرك قاوح رابي سركيس آغا جان بشلة ويلن هذا من دي رابا دلكخل مخو خلامة قاوح فشكر رابا منن أخي ناش تكرملش لاني مشاريع دي قاود لي قاود ماثنا برخته كرملش ولك يا ما موصف اختالح وما أمرخلة لاني من ديان تكاود لنا شكرك لشكر رابا
شكرا رابي سركيس لان مشاريع دول دماثة ومشروع دعم المتزوجين وشكرا خل كبيرة وانا خامني كم شامل لي هذا المشروع وشكرا خله ومريم نطرال وشوقاله سكينة نكلمنا اجدها كنت من موصل مبثراني احداث دبريل بقاعد موصل ثيرا عرق لنا خل ماثا والحمد لله وشكر كواهق عيش اخو شولة مضبوطة ويثنايا التنسيق اخي بكرمناش كم سجلنا بحراسات وكم دعمنا كل من دي خاصه جماعه مرضى وما مرضى وشكر اخ رابي سركيس لا جهود ودعمكم قادمنا تناشد ماثا وليلك شاو قصور قابت كلي من سياق النشاطات ضد لجنه المدعومه مباشره من رابي سركيس او ان اكيد كبير من المشاريع شلي محكه من ناش كتخه واختصاصه لكن إذا ختمة مشاريع خنا واجب الذكر خلي هم وهن مني حسب حاجة دماثن البشلة بإيثا البشي بريا ومني تجهيز حي الربيع موليدة 150 كي في لشحة الكهرباء وصعوبة وصول الكهرباء المولدات البعيدة أكيد شكيرة آلها والليبان ديد مجهزة خلي مواليدة المواصفات وأحدث المواصفات أكيد وكذلك تبليد شارع أو نقرابط بين تري أحياء القصبة القديمة وحي الشهداء وكذلك إثوالا كمعان أخوة من مشاكل مطايد مايا الكبيرة مناطق المثواء أقوما ثديا ومني مناطق عليا والليبان ديد مكملخ شبكة ما تكرملش البيشة كاملة اديومة وكذلك ما قفائديلا طادها وبهرة قوليلة وخاصة بني يماثا قوماثا وكذلك اشكيرا آلها واللي بندد اضخ مشروع انارة شوارع بتجهيز عكوسات وانارته باكمل وجه كذلك أكيد طلب دين وتشجيع ثقافة أو علم واهتمام رابي سركيس وآذى مندي ودفعي طال اهتمام بآذى مجال شكرا خلو أخني واللي من قيمخ قو مشروع نقد طلبة نبولي ومثويي من جامعات من كرمشت جامعة ومن جامعة كرمناش وآون قو زواني باصات ومركبات خاصة طال نقلالي من وإلى جامعتي شامل لوخن بطر جه ورابا وتفقياثا من خرواثا مردثنايا مقررا صدرخ مجلة وثلا هيئة التحرير برشتة بأثر انتخابات ديمقراطية قم ودخلة الكرمة أي مجلة صدرة كديرخة مردثنايثا عامك مهتم ابن عمن وكم شجعة جوانقية كثاوة ونشرة مردوثة ديه وتخمل ياثي ودد منطق قالي دبني عمن وهل داها اكصدرة اي مجلة ولك ليلة بالرغم من عزق واثة دم بلا قاوي محاور دي رابة وكتكلل كثوتة وتراجم وبرسياثة طبة ديا وكثوي بقاوة مرض ثنايا من كرملش وبرطلة وبغدادة وألقش تسقوبة وعقرة ونوهدرة وعنكاوة وموصل وبغداد هل مديسينا مساعدة من رابي سركس آغا جانم يقرى ومطويرا الكرمة بأي مساعدة وكم مقرولة طالا
وذل طالا مكثوة تمجلديا وأذكر بريشة لدبنا عمان اهتمام دي رابع ومطورة رابع مجلات وجرائد سراي بكل أثر واثديا وهم هادخ ومطورة كنترولات مردوثة ومشجع لك ثاوي وطبع لي كثاوي رابع طلب خماري آلاها دهاويلي خيلة وكباروثة ولا مدملي تكل سراي. نادي طبعا بديله همهم نشاط كلش يعني متحمسين وشباب تعالى مليان بقميثة لثوة دعم طالي استاذ سركيس آون كم داعم لن تأي مدرسة كروية ونشاط دلجنا أنهن قملي بواجب كم جاهزين الإدارة مستلزمات دي يحمل ثلاجة وطخم وتلفزيون وانترنت وبسط وكراسي وثلاجة وبنكاد ومدافع أنا كم دعميلا قاوي وأنا كلي بعد موعدا المستقبل هذا مندي لبن نكرخ واضح القام تقول نتحدث عن مشروع حراسات قرية كرمليس الذي يضم نخبة طيبة من شباب القرية الذين يعملون جاهدين ليلا ونهارا من أجل تأمين الأمن والأمان للقرية. هذا المشروع لولا دعم لا محدود من قبل الأستاذ سركيس أغاجان له ولما حقق النجاح والغاية المرجوة منه، ولكن دعمه لا محدود جعل القرية في أمن والأمان وجعل الناس يتمتعون بالأمن ويمارسون أعمالهم بكل أمان. نشكر الأستاذ سركيس أغاجان لدعمه اللامحدود ونتمنى له العمر المديد والموفقية خدمة للمسيحية جمعا. لا خشوة سر وخلي إقامتها قتلي